اهو ايوه ادي كده عشان تصدقونا عشان تصدقوا كتاب مليء بالاساطير يعني بقى. كتاب الغلاف عليه كل اسم من دول اسطوره. صحيح. مش من السهل ان انا احاور شخصيات زي كده، واكيد كان في كواليس كتيره قوي للكتاب ده. ممكن نبدا نعرف اكتر يعني عن بدايه الفكره، وبعدين ازاي حضرت للقاءات، ومين كان لقاءاته سهله، ومين كواليس وقصص تقدر تحكيها لنا مع كل لقاء منهم. بداية أنا أشكركم على الحفاوة الجميلة، وده مش غريب عليكم يعني. وأنتوا أساتذة في المهنة وعارفين قيمة التحاور مع طبعا نجوم كبار زي دول. أشكرك. الكتاب بيضم 10 أساطير، مش كل الحوارات اللي أنا عملتها، أنا اختصيت يعني أو اخترت 10 أساطير منهم حطيتهم في الكتاب ده. القدر منحني بصراحة يعني حظ كبير جدا، يعني لازم تعترف حتى في ظل اجتهادك وسعيك، لازم تعترف برضو ان الحظ ما بيساندك، بيخرج منه نتاج عمل رائع زي ده. يتمثل الموضوع في فكره ان انا خلال 20 سنه او اكتر قليلا يعني جمعني لقاءات مهمه مع بعض النجوم الكبار جدا في تاريخ الرياضه والكره المصريه. عاوز اقول لك مثلا يعني الكتاب بيفتتح برمز اسطوري في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ العسكريه المصريه، الفريق عبد المحسن كامل مرتجي. فاعتقادي انه مش سهل ابدا ان انت تعمل حوار مع الفريق مرتجي، يعني حواراته كانت قليله جدا، كانت معظمها عن الجيش المصري وحرب اليمن وحرب 67، وبالمناسبه هو كمان كان ضابط في الحرس الملكي ابان ثوره 52. حتى في الحوار نفسه بيحكي عن فكره ده حاضر فتره ثريه جدا في تاريخ مصر. انا حصل معايا مع الفريق مرتجي وقعتين اثنين، انا عملت معاك اكتر من حوار، لكن اول حوار عملته معاه لم ينشر. ليه؟ بناء على طلبه. اوكي. انا كنت رايح للكابتن الكبير عبد صالح الوحش اللي برضه موجود حوار له في الكتاب، وجمعني حوار مع الفريق مرتجي، حوار مطول جدا، والراجل يعني استرسل فيه في الكلام، وبعد ما خلصنا دردشه كبيره جدا قال لك ده مش للنشر. طب ايه معلش ليه يعني؟ مش لان كان في كلام خطير. اوكي. كان في كلام خطير جدا، وبعدين انتبه للامر وقال لك ده مش للنشر. وكان معاه المرافقه بتاعته الممرضه الخاصه بيه، وكمان بالمناسبه المهندس الفاضل الاخ العزيز المهندس خالد مرتجي شكرني بعد كده في اتصال تليفوني، لان انا التزمت بوعد مع فريق مرتجي وما نشرتش الحوار. ده كان عام 2007. في 2013 انا طلبت منه حوار، وعملت معاه حوار قبل وفاته بخمس شهور. اتكلم فيه عن ازاي تولى رئاسه النادي الاهلي. حكى في الحوار انه فعلا المشير عامر كان في احتفال في القوات البريه، واصطحبه في سيارته ولفوا حوالين الجزيره، وجي قدام النادي الاهلي وقال له من بكره يا سياده الفريق، من بكره تسلم نفسك تيجي تمسك النادي الاهلي. فقال له ازاي الكلام ده؟ طب والراجل الموجود رئيس النادي؟ قال له لا، احنا خلصنا الموضوع وسط الرئيس هو اللي امر بكده. فالفريق مرتجي قال لي في الحوار انه المشير عامر كان بينفذ اوامر الرئيس عبد الناصر في انقاذ النادي الاهلي في فتره صعبه جدا في تاريخه. الفريق مرتجي كمان حكى عن حرب اليمن باعتباره عسكري وكان قائد القوات، وقال ان دي ما كانتش حرب بالمعنى المفهوم، دي كانت حرب عصابات، لان احنا رحنا حاربنا عصابات ما كناش بنحارب جيوش. وحكى كتير جدا عن 67 والانسحاب الخاطئ، وتفاصيل كبيره جدا جدا في ما بين العسكريه والجيش المصري والنادي الاهلي. كمان الحوار مع عبد صالح الوحش ده واحد من اهم اساطير التدريب في تاريخ افريقيا بالمناسبه. طبعا. قيمه كبيره جدا، وانا من حظي ان انا عملت معاه اكتر من حوار، لكن الحوار اللي موجود في الكتاب حوار مهم جدا، هو بيتكلم فيه تفاصيل فنيه هائله. وبيتكلم فيه عن علاقته بصالح سليم، والمناسبة دي نقطة في غاية الأهمية للنادي الأهلي. ليه؟ علاقة عبد صالح الوحش مع صالح سليم كانت علاقة فيها ندية بحكم إن هم دخلوا قصاد بعض في الانتخابات. ولكن الراجل لما اتكلم عن صالح، لما سألته عن صالح سليم بشكل واضح قال إيه؟ كده إجابته كانت آمنة، علاقتي به جيدة، صالح راجل محترم طول عمره وخدم النادي الأهلي كثيرا. رقي كمان يعني، شوف الرقي في الرد بعد 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 الناس ما وصفت ان العلاقه بينهم فيها خلافات كبيره جدا. دي شهاده للتاريخ فعلا ان بين علاقه صالح وعلاقه عبد صالح الوحش. طبعا احنا الاساطير لا
لا تعرف، احنا بنقول اسماء من غير طبعاً من غير تعريف. طبعا الكتاب برضو بيضم حوار مهم جدا مع واحد من اهم اساطير افريقيا، اول هداف لكاس افريقيا عبر التاريخ سنه 57، الهداف محمد دياب العطار الشهير بالديبه، نجم اسكندريه الكبير جدا. الراجل ده كان لاعب، كان حكم، كان اسطوره، والاتحاد الافريقي لكره القدم كرمه في الاحتفال باليوبيل الفضي في الوقت اللي اتحاد الكره المصري نسيه تماما. هو قال الكلام ده في الحوار، يعني الكاف كرمني واتحاد الكره ناسيني، انا عشت 75 سنه مع الكوره. الراجل قال كده في الحوار، حكايته مع 75 سنه كوره وشرحها بالتفصيل. كمان الحوار بيتضمن حديث الديبه عن ام كلثوم وعلاقته الطويله جدا بيها، كانت بتحبه جدا وكانت بتشاهد الاتحاد السكندري عشان خاطر الديبه، وحضرت مباريات الاتحاد السكندري ودعمت فريق الاتحاد السكندري باحدى الحفلات بتاعتها في اسكندريه، واراد الحفله راح لفريق الاتحاد السكندري حبا في الديبه. حكى برضو في الحوار التفاصيل دي. الله. كمان كابتن جوهري، كابتن جوهري، كابتن جوهري اللاعب والمدرب والاسطوره والراجل اللي شرف مصر في الخارج، صحيح لقاد مصر في الوصول لكاس العالم. كابتن جوهري قيمه كبيره جدا، انا كنت بحبه حب هو كبير بصراحه. كان عنده تحدي للصعاب بشكل كبير جدا، هو كان راجل يعني مختلف، يعني حاجه لما تيجي تقارنها برضو ببعض التحديات دلوقتي لا كانت لا قصه تانية خالص. كان سبع عصره، يعني ممكن كابتن جوهري تختصريه في جمله واحده، كان راجل مختلف. صحيح، انا قابلته اول مره، حتى كاريزمته كانت مختلفة. كان مدير فني للاردن اول ما قابلته 2005 تقريبا، ورحت له الاسماعيليه بناء على تكليف من الاستاذ خالد توحيد رحمه الله، قال لي تروح لكابتن جوهري الاسماعيليه هو مستنيك. رحت له عملت معاه اكتر من حوار بعد كده، لكن في حوار له قصه يعني مهمه. يعني ذات يوم انا كنت في مجله الاذاعه والتلفزيون، فاستدعاني الاستاذ ياسر رزق رحمه الله عليه، الكاتب الكبير طبعا، كان رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون، وكان محرر عسكري لمده 25 سنه، فعارف يعني ايه العسكريه ومين اللي حارب في الحرب وما الى ذلك. استدعاني لمكتبه وقال لي مش الجوهري حبيبك؟ قلت له يعني العلاقه بيه كويسه. قال لي كلمه تعمل معاه حوار عن الحرب. قلت له يا ريس ما هو في لعيبه كوره كتير شاركت في الحرب، وكل ما اكلم حد يقول انا ما شاركتش فعليا، انا كنت موجود في الجيش لكن لم اشارك. قال لي الجوهري شارك يا بيه، نفس الطريقه كده. الجوهري شارك يا بيه، بروح اساله وهو يقول لك تفاصيل كتير جدا. الجوهري شارك وله دور مهم جدا في الحرب، واساله في التفاصيل. كلمت الكابتن الجوهري كان في الاردن ساعتها وطلبت منه حوار، فقال لي هنتكلم، انا لسه بنتكلم معاك من شهرين، كنا بنتكلم من شهرين عن الكوره. قلت له لا يا كابتن انا عاوز حوار عن الحرب، كنا اثناء الاحتفال بعيد اكتوبر. الكابتن الجوهري استغرب جدا وقال لي انا ما حدش طلب مني حوار عن الحرب قبل كده. قلت له والله رئيس التحرير قال لي كذا، هو محرر عسكري معروف وطلب مني الحوار. فبدا يسترسل في تفاصيل مشاركته في الحرب. لك ان تعلموا ان الكابتن الجوهري كان ضابط الاشاره بين الجبهه والقياده. شوف الموقف الحساس او الموقع الحساس اللي كان فيه الكابتن جوهري، كان برتبه مقدم وكان من امهر ضباط الاشاره في مصر بشهاده رؤساء اللي انا اتكلمت معاهم فيما بعد. الكابتن جوهري كان ضابط الاشاره بين الجبهه والقياده، وكان بينقل التعليمات في لحظتها، وكان من الضباط القلائل اللي عارفين ساعة الصفر لأنه كان في موقع الحدث. دي أمور في تفاصيل في غاية الخطورة طبعا. الكتاب برضه بيتضمن حوار تاريخي مهم جدا ومطول جدا مع كابتن حسن حمدي في 2008 بعد مشاركات ونجاحات النادي الأهلي في المونديال أكتر من مرة، والسيطرة على بطولة أفريقيا ونجاح باهر في الحقبة الزمنية دي، وأثناء الاحتفال بالمئوية 2007 انا طلبت منه اجراء حوار بالحاح شديد جدا، والراجل رحب بيا ساعتها وعملنا حوار مطول فيه مليء بالكواليس والاسرار، بيتكلم عن دوره كمدير للكوره، دوره كلاعب، كواليس حياته داخل النادي الاهلي، وفتره رئاسته في النادي الاهلي في لحظه مهمه اثناء الاحتفال بالمئويه. كمان الحوار الكتاب بيتضمن حوار او اكثر من حوار مع كابتن ميمي الشربيني اللي حكى فيه عن حكايه هروبه من الزمالك وعبده البقال لما خدوا راس البر بصحبه الكابتن طه اسماعيل. كمان الكابتن مصطفى رياض نجم الترسانه بيحكي حوار مليء بالشجن تجاه النادي الاهلي ونجومه كذلك.